اهلا بحضراتكم مره تانية. مدرب حراس المرمى القدير الشيك المتالق الكابتن حسن نصر هو ضيفنا النهارده، المدرب لحراس مرمى المصري البورسعيدي سابقا. منور الدنيا يا كابتن حسن. حبيبي يا كابتن هاني، انا اللي مبسوط ان انا معاك ووحشني جدا، وان شاء الله تكون حلقه تعجب الساده المشاهدين. يعني بقالنا كتير قوي ما تقابلناش، لكن بتوحشنا من وقت للتاني. لازم تعرف حاجه، ان انا من يوم اخر حلقه كنت معاك فيها انا عامه بطبيعتي ما بحبش اطلع كتير، عارف، لكن لما كلموني قلت لهم انا ما اقدرش اتاخر، لانك شرف انت لي. حد جميل، حد شكرا محترم، شكرا. من الناس اللي بتقدم ماده محترمه جدا، فبتمنى لك التوفيق وانا سعيد ان انا معاك. احنا متشرفين بوجودك معانا يا كابتن حسن، وخلينا ابدا معاك بالمصري البورسعيدي بشكل عام. فجأة يبقى المصري قبل 4 جولات من الختام في وضع غير مطمئن، مش هقول خطر شديد، لكن صعب قوي على المصري. ايه اللي بيحصل؟ شوف، انا طبعا النادي المصري مش قلقان عليه. النادي المصري اسم كبير، نادي كبير جدا، لكن الظروف هي اللي مخليه الوضع كده. الظروف دي ليها الفلوس، طبعا الماديات، ماديات، الوضع اللي اللعيبه فيه، معسكرات باستمرار، طبعا ما فيش دوافع جديده، كل الامور دي عامله ضغط على اللعيبه وعلى الاجهزه اللي بتشتغل. لكن النادي المصري كبير، كبير بجمهوره، وكبير بإدارته، كبير بأجهزته، بلاعبته، وإن شاء الله موسم عدى بحلو ومره، وأعتقد الفترة الجاية النادي المصري هيبقى في حتة تانية جدا. يبقى في حتة تانية. أكيد. الثقة دي جاية من إيه؟ من فكرة انتخابات ومجلس إدارة برئاسة كامل أبو علي، ولا في حتة تانية؟ دي إيه سببها؟ شوف، الكرة دلوقتي في الوضع اللي موجود حاليا مع الأندية اللي موجودة، الأندية الشعبية بتعاني جدا. وظروف النادي المصري غير أي ظروف. النادي المصري يعتبر متهجر بقاله 10 سنين. جمهوره العظيم ده اللي بياخد 800 كيلو رايح جاي، ومحتاج حد يفرحه. نادي يعتبر غريب عن بلده. النادي المصري هو الفرحة بتاعت بورسعيد وجمهور بورسعيد. فالظروف دي كلها لازم تأثر على وضعية الفرقة، بالإضافة للإمكانيات المادية. الإمكانيات المادية مفيش. ومن عندك هنا أنا بحب أوجه تحية لسيادة اللواء عادل غضبان، الراجل الوطني محب لبورسعيد. لولا هو أعتقد النادي المصري كان ممكن يبقى وضعه أسوأ من كده بكتير. عن تجربة، أنا هتكلم على الفترة اللي أنا قضيتها كنت مع موجود الفرقة فيها. الموسم ده مع الكابتن معين الشعباني. طبعا، ومن هنا ببعت تحية للكابتن معين الشعباني، كابتن مجدي تراون، الناس المحترمة، بعيد عن الشغل الفني، حد شيك جدا، صح جدا في التعامل حقيقي. أنا اتعاملت مع ناس كتيرة جدا، بس فعلا اتعاملت مع بني آدم محترم مثقف. أيوة، اتعلمت منه حاجات كتيرة جدا. لكن على الفترة اللي احنا اشتغلناها، التقيته مرة واحدة أنا كابتن معين في تونس في رادس، كان بعد مباراة الأهلي والترجي اللي خلصت 3 للترجي. قمة في الأخلاق، حتى وقت الانتصار متواضع جدا، ودي ميزة مش سهل إنك تلاقيها في المدربين، فهو فعلا زي ما بتقول مثقف وشيك يعني. والله يا كابتن أنا بكلمك بجد يعني. أنا عامة طول عمري بشتغل لوحدي بدراعي يعني، عمري ما ارتبطت بمدرب وأجي أشتغل مع ده شوية ده شوية، لكن المدرب الوحيد اللي أنا حاولت أرتبط بيه وطلبتها منه كابتن معين. الحمد لله الأمور مشيت كويسة جدا بينا. هو بيقدرني جدا، سواء على المستوى الشخصي او على المستوى الفني. نفس الشيء بالنسبه لي. لكن عايز اقول لحضرتك حاجه. طبعا انا مش هتكلم على كابتن معين الشعباني. معين الشعباني ده واحد من افضل 22 مدرب على مستوى العالم. بطولاته هي اللي تتكلم عليه. لكن في الظروف اللي جه فيها النادي المصري، انا هحكي حاجات بسيطه جدا. طبعا جمهور بورسعيد عارف ان انا عمري ما زيدت عليه. وعارف ان حسن نصر من اكثر الناس المخلصه للنادي، وباجي وقت ما بيطلبوني وبمشي، والنادي المصري عندي كل حاجه. لان النادي المصري هو اللي مخليني قاعد قدام حضرتك النهارده. ايه الرساله اللي عايز تقولها؟ الكابتن معين لما جينا اشتغلنا وكده، هو طبعا جه بعد الصفقات اللي مجلس الاداره جابها. مظبوط. وكان عندنا، بدانا بالكونفدراليه، كان في ماتشين اللي هم الاولانيين دول بتوع التصفيات وكده، وكانت القايمه محدوده ب 14 لعيب. بخبرته الحمد لله قدرنا نعدي
الفترة دي وصعدنا دوري المجموعات. مظبوط. مجموعتنا كانت قوية جدا. مازيمبي والقطن الكاميروني وتوه وكده. الحمد لله رب العالمين بالإمكانيات. هي كان وقتها اللي كان معانا المجلس المنتخب القديم، حاج سمير حلبية، حاج محمد الخولي، مهندس عدنان، شاملة، أحمد عوض، الدكتور علي الترابيلي، المجموعة المحترمة دي يعني، ومش عايز أنسى حد. أي. ففي الفترة دي بجد كانوا واقفين جنبنا وجنب الكابتن معين على قد الإمكانيات يعني، وبيساعدوا اللعيبة برضو في الأقساط اللي موجودة. لغايه بعد ما دخلنا بقى عدينا دوري المجموعات ده وعديناها بصعوبه جدا حقيقي، بخبره الكابتن، بجدعنه اللعيبه معانا، بمسانده جمهورنا. بعد كده اتعمل لجنه سبوعيه سياده المحافظ عملها. ايوه. اعتقد من وقتها الدنيا ما كانتش مظبوطه خالص. ليه من وقتها؟ ممكن ما كانش في تناغم مع بعض. حاج سمير برضو كان ممكن يكون عايز عنصر ولا عنصرين في اللجنه دي ما جاتش. فكان الحاج سمير صراحه هو اللي بيساعد في الفتره الاولانيه مع المجلس المنتخب وكده. اما جت اللجنه يعني مثال بسيط، انا مثلا كنت مع جهاز المعاون اللي موجود. احنا اشتغلنا لينا 3 شهور ونص ولينا 3 مكافآت من الدور الاولاني، ما نقدرش نتكلم لان احنا ولاد النادي. لكن في نفس الوقت الاداء اللي هي بتشتغل اللي احنا عايزينها تبقى كويسه، اللعيبه ما بتاخدش برضه، ما بتاخدش. فطبعا اكتر من 3 شهور 4 شهور الوضع ده. فطبعا مشاكل بدات تظهر. المهم لعبنا في الكونفدراليه ماتشين بتوع نهضه بركان. واعتقد نهضه بركان ده يعني كان في حدث تاريخي، ان احنا لعبنا ب8 لعيبه. طردين هنا طردين وكسبنا. ايوه. بجون هيثم العيوني. ورحنا هناك اتغلبنا طبعا، كل شاف المباراه وكده. من بعد ما طلعنا من الكونفدرالية احنا كان ترتيبنا في الوقت ده 5 6 وكده. اما جينا اشتغلنا بعد كده طبعا حصل مشاكل في اللعيبه، طبعا ظروفها صعبه جدا، فبدات المشاكل، بدا يحصل ما ينزلوش تمرين. حاجات كتيره كان فيها لخبطه كده، اتهامات بالتمرين.